السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في السيمينار المجمع السابع لأقسام تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين بنات أسيوط. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا ويعني بيشغلنا كلنا كناس أخصائيين واستشاريين في الأورثو دونتيك تريتمنت، ان دلوقتي بقى الكلام كله على الايفيدنس بيز. كل ناس كل شركه تقدر تعمل ماركتينج وتقول انا بعمل كذا، انا بعمل سيلف لايجيتنج براكتس بتعمل كذا وما بيبقاش، او بتعمل اكسلريشن مثلا وما بيبقاش عليها ايفيدنس بيز. التريتمنت بتاعنا سواء في حالات كلاس 2 او كلاس 3، ودايما كلاس 2 هي اللي بيبقى عليها الجدال الكبير، اعالجها 1 ستيج ولا 2 ستيجز. طب ايه هو الصح، نعمل 1 ستيج ولا 2 ستيجز؟ طب عشان ناخد الكلام الصح لازم يبقى فيه ايفيدنس بيز، لازم يبقى فيه سيستميك ريفيوز، لازم يبقى فيه ار سي تي او راندومايزد كلينيكال ترايلز. طيب الكلام ده كله هنقدر نحدده في اشهر الحالات اللي موجوده وهي حالات كلاس 2 عن طريق النهارده السيمينار ان شاء الله، وعنوانه جروث موديفيكيشن اوف كلاس 2 1 ستيج فيرسس 2 ستيج تريتمنت. هيقدمه لنا النهارده ان شاء الله الطبيب محمود صلاح، وهو مدرس مساعد في قسم تقويم الاسنان جامعه الازهر فرع اسيوط، وهو من الناس المتميزين عندنا. ان شاء الله السيمينار ينال اعجابكم جميعا والكل يستفيد منه. اتفضل ابدا يا دكتور محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف لي التواجد في وسط اساتذتي ومدرسيني الافاضل ووسط زملائي الاعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الازهر يونيفرستي فاكولتي اوف دنتال ميديسين اسيوط برانش اوف دونت ديبارتمنت. The seminar entitled Growth Modification of Class 2 One Stage versus Two Stage Treatment presented by محمود صلاح Assistant Lecturer of Orthodontics. قل ربي زدني علما. Under supervision of Assistant Professor محمد أحمد محمد سالم Associate Professor of Orthodontics and the Head of Orthodontic Department دكتور وسام الدين رأفت جودة Lecturer of Orthodontics. Contents Introduction about growth modification, timing in relation to amount of growth remaining, different timing from different planes of space, timing in relation to patient compliance. Class 2 growth modification, definition of class 2 malocclusion, differential diagnosis of class 2 malocclusion, strategies for management of class 2 malocclusion, biomechanics of functional appliances, complexity of evidence on growing class 2 patients, evidence from randomized clinical trials for growth modification of class 2, conclusions from randomized clinical trials on growth modification of class 2. The statement of timing is everything. It helps best when it comes to treatment planning in orthodontics. It has been suggested that almost all types of malocclusion could be benefited from early treatment. The effectiveness of the intervention. بعد اذنك يا دكتور محمود. دكتور حسين. بعد اذنك يا دكتور محمود احكي لنا قصه، ما مت 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 تسمع لناش السلايدز بعد اذنك. حاضر يا دكتور حسين، تحت امرك. Timing is everything. Timing دايما بيلعب important role في الاورثودونتيك تريتمنت، واختيار البروبر تايمنج دايما بيفرق في التريتمنت بلان اتس افكتيف اور نوت، لانه التوبيك بتاع الجروس موديفيكيشن دايما بيبقى عليه ديبيت، نبدا ايرلي اور ليت، وده بيفرق في الاوفر اول تريتمنت تايم بتاع الكيس، ات ذا سيم تايم بيفرق في الكومبلاينس ليفل بتاع البيشنت. دايما لما بيكون في كونتروفيرسي موجوده في اي اسبكت من اسبكتس الاورثودونتيك نوليدج، بيبقى داخل فيها ديبيت بين الكلينيكال اكسبيرينس والايفيدنس بيزد فاكتس، لانه كل كلينيشن دايما لما بيكتب بيبر معينه بيكون دايما عنده بايس اكوردنج تو هيز اون كلينيكال اكسبيرينس. لكن لما بيكون معمول سيستماتيك ريفيوز، السيستماتيك ريفيوز دي معموله على اكشوال راندومايزد كلينيكال ترايلز، بنقدر منها نعمل كلاريفيكيشن للبروبر ايفيدنس، وده اللي احنا بنحاول نعمله النهارده، على امتى يكون البروبر تايمينج for gross modification of class 2. لما نتكلم عن الجروس موديفيكيشن توبيك، الاول بنحاول نوضح ايه هي البرنسبلز بتاعت الجروس موديفيكيشن.
principles of gross modification timing لما نبقى موضحينها كويس هنقدر على اساس هندخل في المين توبيك اللي هو الجروس موديفيكيشن اوف كلاس 2. principles of gross modification timing في 3 important principles مهمين جدا. So principle number 1, if you start to gross modification too late it doesn't work, but if you start too soon it takes long time. دايما الجروس موديفيكيشن لو بدا متاخر مش هيكون افكتيف، لو بدا بدري الاوفر اول تريتمنت تايم هتكون كبيره، ومن هنا بيجي البالانس. ذا سكند برينسيبل، جروس اوكيرز اون ا ديفرنت تايم تيبل فور ذا ثري بلينز اوف سبيس. الفيشال ثري بلينز اوف سبيس الفيرتيكال والترانسفيرس والساجيتال الجروس فيهم مش ملوش تايم تيبل واحد، في ديفرنت تايم تيبل للترانسفيرس بلين عن الفيرتيكال بلين عن الساجيتال بلين. اكوردنج تو ذات الجروس موديفيكيشن على كل بلين هتختلف من بلين للتاني. Children the third principle, children's compliance with treatment is affected by both their stage of maturation and the difficulty of doing what the doctor wants. دايما الكومبلاينس بتاع البيشنت بيختلف accordingly التريتمنت تايم قد ايه والليفل اوف ماتوريشن بتاعه قد ايه. يعني لما يكون الكومبلاينس بتاع البري ادلسنت يختلف عن الادلسنت يختلف عن الادلت and so on. الثلاثه برينسيبلز دول هم اللي احنا هنبدا دلوقتي نعمل لهم كلاريفيكيشن از انترودكشن تو تايمينج او بروبر تايمينج اوف كروس موديفيكيشن بلس 2. تايمينج ان ريليشن تو اماونت اوف جروث ريمينينج. الجروث موديفيكيشن للوهله الاولى بيبقى فيه تخيل ان كل ما الجروث موديفيكيشن يبدا از ايرلي از بوسيبل هيكون افكتيف. اوكي كل ما الجروث موديفيكيشن هيبدأ بدري ده as a hypothesis ممكن تكون فكرة كويسة، وبناء عليه مثلا ممكن حد يجيله للوهلة الأولى تخيل أنه ممكن يبدأ gross modification في primary dentition stage، لكن لما نشوف ده as a fact it's not correct. لو بدأ gross modification في توقيت بدري زيادة عن اللزوم في primary dentition stage هيقابل مشكلتين أساسيتين. المشكله الاولانيه ان الجروس موديفيكيشن ده لو كان افكتيف هيبقى عرضه ليتر اون للريلابس. مش بس كده، لو اتعمل التريتمنت جروس موديفيكيشن في برايمري دنتيشن ستيج هنبقى محتاجين فيرزر تريتمنت في الميكسد دنتيشن ستيج، وتاني هنكون محتاجين فيرزر تريتمنت في البيرمننت دنتيشن ستيج. وبناء عليه التريتمنت الاوفر اول تريتمنت تايم هيكون كبير جدا، وات ذا سيم تايم لو وقف الجروس موديفيكيشن اللي هو بدا بدري قوي قوي ده هيبقى عرضه للريلابس. يبقى according to that early orthodontic treatment for skeletal problems now is restricted to the mixed dentition years with the second phase of treatment required during adolescence. يعني مفيش اي gross modification بيتم نهائيا في البرايمري dentition stage. والديبيت اللي موجود دلوقتي هل الجروس موديفيكيشن يبدا في الميكسد دنتيشن ستيج ويكون في سكند فيز من التريتمنت في البيرمننت دنتيشن ستيج ديورنج ذا ادلسنت جروس سبيرت، ولا يكون الجروس موديفيكيشن اند الكومبريهنسيف اورثودونتكس ديورنج ادلسنت جروس ستيج. ومن هنا بيجي الكونتروفيرسي بتوين تو ستيج فيرسس وان ستيج تريتمنت ابروتشز. The opposite point of view وجهة النظر الثانية بتقول إنه بما إن كده كده comprehensive orthodontics with fixed functional with fixed appliances هتتم مع permanent dentition، يبقى نعمل delaying للتريتمنت لحد ما permanent dentition stage نوصل. وده ممكن يوقعنا في one of two problems. لو إحنا دايما اللاين بالنسبة لنا إن إحنا delay gross modification لحد permanent dentition stage ممكن تحصل واحدة من المشكلتين. Problem anticipated problem number one إنه ال waiting until eruption of canines premolars and second molars ممكن بيبقى فيه اختلافات دايما في dental age within individual variation and within differentiation between girls and boys. هنا إيه المشكلة اللي ممكن تحصل؟ إن أنا على ما استنى إن canines والpremolars والsecond molars يحصل لهم eruption وأدخل في permanent dentition stage ممكن يكون the skeletal age سابق dental age، وهنا تضيع فرصة الـ enough growth correction. والريسك ده بالذات بيكون أكتر على الـ girls than boys. البروبلم التانية اللي ممكن تحصل من delaying of treatment until permanent dentition stage
انه الايرلي تريتمنت بتدي سايكولوجيكال بينيفيتس للجروينج تشايلدز. لما بيكون في سكيليتال مالوكلوجن ده بيكون له باد سايكولوجيكال امباكت على الجروينج تشايلد. الباد سايكولوجيكال امباكت اللي موجود على الجروينج تشايلد لما بيحصل له ايرلي كوليكشن بيدي سايكولوجيكال بينيفيت للجروينج تشايلد في مرحله مهمه من مراحل تكوين الشخصيه بتاعته. على عكس لو احنا اهملنا النقطه دي واجلنا كل العلاج لحد البيرمننت انتشن ستيج يبقى احنا حرمنا الاطفال دول من بعض السايكولوجيكال بينيفيتس اللي ممكن يحصل لها من الايرلي تريتمنت. ومن هنا بيجي الديبيت اوف تايمينج ان ريليشن تو اماونت اوف جروث ريمينينج. The second principle, it's different timing for different planes of space. Different facial planes, transverse plane, vertical plane, sagittal plane, هنبدأ ان احنا نعمل لهم discussion plane plane. وكل plane فيها ليها level of maturation مختلف عن التاني. According to that, the level of gross modification أو في appropriate time of gross modification هيختلف من plane للتاني. Transverse plane هي أول بلين بيحصل فيها بريدجينج في الميد بلاتال سوتشر. ودايماً الجروس في الترانسفيرز بلين هو أول بلين بيحصل فيها درجة من درجات الماتيوريشن. والماتيوريشن مش بيبقى عند الكمبليت فيوجن في ميد بلاتال سوتشر، بيبقى عند الفيرست بريدجينج في ميد بلاتال سوتشر. علشان كده لو في أي جروس موديفيكيشن محتاجة أنها تحصل في الترانسفيرز بلين that's more physiologic to be done before adolescence. Anteroposterior sagittal plane. Sagittal plane هي second facial plane واللي الجروس موديفيكيشن فيها بيفضل اكتف لحد ما الجروس ينتهي عند الجيرلز قبل البويز. هنا الكوريكشن لكلاس 2 وكلاس 3 محتاج ان هو بعد ما يحصل له جروس موديفيكيشن محتاج بيريود اوف ريتنشن لحد ما الاكتف فيشال جروس كله ينتهي. واكبر اكزامبل على كده انه حالات الكلاس 3 ماكسيلاري ديفيشنسي لما بتكون محتاجه سكيليتال بروتراكشن افضل توقيت يتعمل فيها السكيليتال بروتراكشن ده بيكون بيفور ايج اوف 11 وبتحتاج ريتنشن لحد الجروس ما ينتهي. الفيرتيكال فيشال جروس. الفيرتيكال بلين هي بتيجي في المرتبه رقم 3 في الماتوريشن اوف جروس. والجروس سيزنج فيها بيجي اول حاجه ترانسفيرز بلين، تاني حاجه الساجيتال بلين، تالت حاجه الفيرتيكال بلين. علشان كده حالات الفيرتيكال ديسكريبنسي اوف اوبن اند ديب بايت بتحتاج برولونج تايم اوف روتينشن. البرولونج تايم اوف روتينشن اكشوالي بيكون مطلوب في حالات الجيرلز لحد الليت تينز وفي البويز لحد الايرلي توينز. وهنا ده بقى بيوضح لنا اهميه التايمينج فور ديفرنت بلينز اوف سبيس. يعني لو في جروس موديفيكيشن يحصل في الترانسفيرز بلين هيختلف عن لو في الساجيتال بلين، هيختلف عن لو في الفيرتيكال بلين، هيختلف عن لو في كومبايند بروبلم بتجمع اكتر من بلين ات ذا سيم تايم وكل بروبلم ليست فيهم بيبقى ليها توقيت مختلف في الانيشيشن اوف جروس موديفيكيشن. ثيرد برينسيبل اتس ا كومبلاينس اوف بيشنت. ذير از ا تايمينج ريليشن تو ذا بيشنت تو كومبلاينس. دايما الافكتيف تريتمنت بتبقى محتاجه براكتيكال ويتنج بين البينيفيتس اللي بتتاخد من العلاج وبين الكومبلاينس والسايكولوجيكال امباكت اللي بيحصل للجروينج تشايلد. دايما التعامل مع الجروينج تشايلد جروس موديفيكيشن ابلاينسز منها انترا اورال منها اكسترا اورال ديبند بدرجه كبيره جدا على البيشنت كومبلاينس. كل ما الليفل بتاع البيشنت كومبلاينس بيكون عالي كل ما ده بيدي فرصه اكبر للتريتمنت بلان اللي محطوطه من الكلينيشن انها تكون عندها فرصه اكبر انها تنجح. وكل ما يكون الكومبلاينس ليفل قليل كل ما ده بيدي باد امباكت على نجاح التريتمنت بلان. علشان كده ان يتعمل بروبر استيميشن للتوتال تريتمنت تايم، يتعمل استيميشن كويس للبيهيفيرال امباكت اوف سيلكتد ابلاينس، يتعمل استيميشن كويس للفاينانشال لود اللي ممكن يحصل على الاهل وعلى الطفل كمان من زياده مده العلاج. فالويتنج ما بين الافكتيف تريتمنت بلان والافكتيف جروس موديفيكيشن سيلكتد تكنيك والبيشنت كومبلاينس از فيري كريتيكال ان سكسس اوف جروس موديفيكيشن. دول كانوا 3 برينسيبلز از انترودكشن تو جروس موديفيكيشن. ذا مين توبيك از بلس 2 جروس موديفيكيشن.
definition of class 2. Class 2 malocclusion as defined by angle had a bilateral distal molar relationship and based on the position of maxillary incisors was divided into two divisions, division 1 and division 2, with proclined and retroclined maxillary incisors respectively. Cases with unilateral distal molar relationship were classified as class 2 division 1 or division 2 subdivision. Differential diagnosis of class 2. حالات الكلاس 2 دايما هي مش كاتيجوري واحد، وزي ما اساتذتنا علمونا انه ممكن يكون في بروجناسيك ماكزيلا، ممكن يكون في ريتروجناسيك ماندبل اور كومباينيشن اوف بوث. كمان في ديتيلز كتيره جدا بتكون موجوده جوه جروب الكلاس 2 كيسز، يعني مش كل كيس عنده المولر ريليشن شيب كلاس 2 هم كلهم كاتيجوري واحد، لا في تفاصيل كتيره جدا. اكوردنج تو جينيتيني ايتال قال انه في كيسز كتيره جدا بيكون الميزيال روتيشن اوف ماكسيلاري فيرست بيرمننت مولر هو الدنتال كوز بتاع الكلاس 2 مولر ريليشن. اللور فيشال هايت، اللور فيشال هايت بيختلف في حالات الكلاس 2 ويز وايد رينج اوف فاريابيليتي. في حالات بيكون عندها فيرتيكال ماكسيلاري اكسس، وحالات بيكون عندها فيرتيكال ماكسيلاري ديفيشنسي. واكوردنج للفيشال هايت لما يكون في والفيشال هايت لما بيكون في فيرتيكال ماكسيلاري اكسس او فيرتيكال ماكسيلاري ديفيشنسي، ده بيكون له تاثير على الليبس اللي هي ممكن تتراوح من اول انها تكون انكومبتنت ليب في حالات السيفير بروتروجن لأوفر كومبتنت ليب في حالات الديكريز لور فيشال هايت. كمان ده بيكون له امباكت على الدنتال تو جينجيفال ديسبلاي اللي هو في وايد رينج اوف فاريابيليتي في حالات الكلاس 2 اللي هي ممكن يكون في اكسسيف جينجيفال ديسبلاي ان كيسز اوف جامي سمايل تو نوت شوينج جينجيفا ات اول. ده كان الديفرنشال دايجنوزز اوف كلاس 2. تريتمنت استراتيجيز فور مانجمنت اوف كلاس 2. Strategies for management of class 2 is one of three possibilities: growth modification, camouflage treatment, and orthognathic surgery. Our topic today is about growth modification of class 2 and is a debate of first stage versus two stage approaches of treatment. What is the evidence? Before clarification, the evidence of correction of class 2 growth modification, we should summarize the biomechanics of functional appliances uses in management of class 2 correction. Mandibular and glenoid fossa growth enhancement. دايما اي functional appliance بيبقى المين اكشن بتاعه ان هو بيحاول يعمل holding away للمانديبولار كوندايل in different position in the articular position. البوزيشن اللي بيحاول ان الكوندايل يستيميوليت الفورورد موفمنت اوف ذا مانديبول to enhancement the mandibular growth at the condylar growth center. Axillary growth inhibition. أي functional appliance وهو بيستيميوليت المانديبولار جروس بيحاول إن هو يعمل inhibition للgrowth of maxilla. ده الكليم. Actually, الإيفيدنس بيقول لنا إنه بيبقى فيه little inhibition للgrowth of maxilla وإنه اللي كل اللي بيحصل على المكزيلاري تيث هو palatal tipping للمكزيلاري incisors. لكن actually the functional appliance ملهاش the ability to inhibit the skeletal growth of maxilla. Posterior pipe plate effect. The functional appliance ممكن يحصل فيها modifications كتيرة في the posterior plates. دايما the functional appliance وبالذات the removable منها بيكون فيها acrylic plates. The acrylic plates دي ممكن the thickness بتاعها يزيد posteriorly، فالثيكنس بتاعها لما يزيد posteriorly ده يبدأ يعمل stretching للمسلز. الستريتشنج للمسلز ده بيعمل inhibition للداونورد روتيشن اوف ذا مانديبول. لما يعمل inhibition للداونورد روتيشن اوف ذا مانديبول ده بيكون له effect ان هو بيبقى as يعني a growth modification للvertical discrepancy. Guidance of eruption. الfunctional appliance ممكن عن طريق الاوكلوزال ستوبس والاوكلوزال فاسيتس اللي ممكن تتحط في الانتيريور او في البوستيريور سيجمنت منه
يتعمل موديفيكيشن في الفانكشنال ابلاينس ان هو يعمل جايدنس للاربشن عن طريق انه لو الكيرف اوف سبي في ابنورماليتي مثلا في حالات الاوبن بايت او في حالات الديب بايت, بيبقى ممكن في حالات الديب بايت يتعمل كابنج للور انتيريورز. لو اتعمل كابنج للور انتيريورز اكت از انتيريور بايت بليت, فلما اتاكت از انتيريور بايت بليت بتنهانس الجروس روتيشن اوف ذا ماندبل, وده بيبدا يحسن الفيرتيكال باترن بتاع الكيس. الكاونتر اكتنج اكشن بالظبط هو اللي بيحصل في حالات الاوبن بايت باي بوستيريور بايت بلوكس. البوستيريور بايت بلوكس دي لما بتكون محطوطه بوستيريورلي دي بتبدا تحسن الجروس باترن بتاع الكيس والروتيشن اوف ماندبل. الكونكلوجن بتاع النقطه دي انه البوستيريور والانتيريور اوكلوزال ستوبس اور فاسيتس كان بي موديفايد في الفانكشنال ابلاينز زي ما اساتذتي عارفه وعلمونا الكلام ده كله, انه ممكن يتعمل انتيريور بايت بليت او بوستيريور بايت بليت في الفانكشنال ابلاينز, وده يقدر ممكن يحسن الفيرتيكال باتر ات ذا سيم تايم مع الجروس موديفيكيشن اوف كلاس 2 اند انهانسمنت من ديبل جروس. Stimulation of bone deposition in areas where the periosteum is stretched. The passive functional appliance with classic example بتاعهم هو الفرانكل appliance. الفرانكل appliance كان الفيلوسوفي بتاعت فرانكل كلها كانت قايمة على hypothesis of stretching of the periosteum. يعني هو مش كان بيعمل pushing للمندبل anterior أو بيحاول يعمل limitation للمجزلة in posterior direction. لا, هو كان الفكرة كلها انه هو يحط shields of acrylic plate. الacrylic plate دي تعمل stretching للpreostium selective area, فيبدا يحصل bone depositions في الاريز دي. يعني في الفرانكل كلاس 2 appliance يبقى فيه buccal shields. buccal shields دي موجوده front of mandibular anterior segment, تبدا تعمل stretching للpreostium يحصل deposition للبون. ده كان الكليم بتاع فرانكل. يمكن الإيفيدنس في ديبيت كتير جدا إن لم يكن في ريجكشن للكليمز أوف بون ديبوزيشن إن أريا وذ بري أوستيوم ريزستريت. كلاس 2 إلاستيك إف. كل الفانكشنال أبلاينس بتحاول تعمل أنتيريور بوزيشننج للماندبل, وهي بتعمل أنتيريور بوزيشننج للماندبل هنا الكليم إن يحصل ستيميوليشن للمانديبولار جروس, وإن يحصل بايلينير ميجرمنت إنكريزنج للمانديبولار لينس. أكشولي إذا حصل درجة من درجات الجروس موديفيكيشن بتاع الماندبل وانكريزنج للماندبولار لينس, بيكون في مين سايد افكت تقريبا بيحصل مع كل الفانكشنال كلاس 2 ابلاينسز, وهي الكلاس 2 الاستيك افكت. والمقصود بالكلاس 2 الاستيك افكت هو نفس الافكت اللي بيحصل بالكلاس 2 الاستكس اللي بتتركب مع الابلاينسز, وهي ان بيحصل كليرنج في اللور انتيريور تيس. الفليرنج او البروكلينيشن اللي بيحصل في اللور انتيريور تيس واحده من الفاكتورز اللي بتاثر على الاستابيليتي اوت كام اوف تريتمنت. اولترنج سوفت تيشو بالانس. فانكشنال ابلاينسز في منها اللي بيعتمد على ايه, انه دايما الاسنان بتكون موجوده في سوفت تيشو بالانس. السوفت تيشو بالانس ده بيكون متحقق بالتانج من اللينجوال سيرفيس, واللبس والتشيك ماسلز من الليبيال امباكتال سيرفيس. وانس ان البالانس ده از هايبوثيسز اتكسر, فبقيه الاسنان بيحصل عليها سوفت تيشو فورسز من سايد اكتر من التاني, فده نقدر نستخدمه في الجروس موديفيكيشن. ده كده كان سامري للبايوميكانيكال برينسيبلز اوف فانكشنال ابلاينسز, ودي من اكتر الابلاينسز اللي بتستخدم في الجروس موديفيكيشن اوف كلاس 2. هنيجي بقى للتوبيك اوف كومبلكسيتي اوف ايفيدنس كلاريفيكيشن from randomized clinical trials in growing class 2 patient. ال growing class 2 patient اتعمل عليها studies كتير, واتعمل عليها RCTs كتيرة جدا. لكن في systematic reviews اتكلمت عن ان ال evidence clarification from randomized clinical trials in class 2 فيها complexity, ومش بس class 2, يمكن في الorthodontic practice كامل. بسبب ايه؟ بسبب وجود variables كتيرة جدا 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 صعبت الـ validity بتاعة الـ RCTs دي, وإنه هل الـ conclusions اللي بتحصل في نهاية الـ studies دي actual conclusions ممكن نطلع بيها بـ strong evidence, ولا في debate على النقطة دي. فقبل ما ندخل في الـ evidence بتاع class 2 هنستعرض in briefly كده الـ complexity of evidence clarification for randomized clinical trials on growing class 2 patients. The best evidence of the
effects of treatment on clastomal occlusion come from systematic reviews based on actual RCTs. يعني احنا لو عايزين نجيب evidence كويس هنحاول على قدر المستطاع نجيب systematic reviews، والsystematic reviews دي تكون معمولة على randomized clinical trials معمولة بشكل محترم. ميكل قال انه في great difficulty ان احنا في كل الكلينيكال orthodontics نقدر نجيب valid randomized clinical trials. ليه ميكل كان وجهة نظره كده؟ بسبب too many variables. في variables كتيرة جدا بتكون موجودة، في منها اللي بيتاخد taken into consideration وفي منها اللي بيتساب و not taken into consideration. هنعمل لهم أول حاجة limitations of the sampling criteria. دايما لما بيتحط sampling criteria في حالات الكلاس 2 كتير من randomized clinical trials اتكلمت على الـ ANB والsize of overjet، انه دايما الـ overjet لما تكون كبيرة وpositive overjet يبقى دي case class 2 تبقى included في الـ study. لكن في factors تانية ما تواجدتش في كل الـ randomized clinical trials. يعني في randomized clinical trials اتكلمت على level of dental maturation، هل احنا في mixed dentition stage early mixed ولا late mixed ولا permanent dentition stage. في RCTs اشترطت حاجات، في RCTs تانية ما اشترطتش الحاجات، يعني مش ما كانش في level of standardization من كل randomized clinical trials اللي اشتغلت في الموضوع. حاجة تانية ال vertical discrepancies. ال vertical discrepancies حالات ال vertically growing، يعني class 2 open bite class 2 deep bite، في randomized clinical trials حطت ال vertical discrepancies into consideration و RCTs تانية ما حطتش ده. كمان حالات ال subdivision، يعني it's okay class 2 molar relationship، في class 2 و class 2 subdivision. طب هل كل randomized clinical trials خدت ال subdivision into consideration ولا في RCTs خدتها و RCTs اهملتها؟ ال ANB values، الـ ANB value ما كانش ليها ليفل واحد standardized من كل randomized clinical trials على أساسها. في randomized clinical trials قالت الـ ANB أكبر من 4 واللي أكتر من 10 في قالوا أكتر من 6 وفي، فما كانش في ليفل واحد للـ ANB اللي على أساسها لما تمت الـ randomized clinical trials من gross modification of class 2 1 stage versus 2 stage كان يبقى يعتبر فيه ليفل من الـ standardization، لأنه كان في دايما simple sampling criteria. simple sampling criteria ده خلى في جروبز كتيره جدا 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 انكلودد في الـ في الـ في الراندومايزد كلينيكال ترايلز اللي اتعملت على كلاس 2، وبالتالي السامبلز دي ما كانتش هوموجينس سامبلز، يعني كان في اوبستكل موجوده ريليتد للهوموجينيسيتي، انه السامبلز كان بنسبه كبيره ان هوموجينس. فاكتور تاني كان كريتيكال جدا في الراندومايزد كلينيكال ترايلز ايفالويشن، انه دايما اغلب الاستاديز دي هي سيفالومتريك ستادز. السيفالومتريك ستادز دايما بيتعمل سيفالومتري قبل التريتمنت، سيفالومتري قبل الانيشيشن اوف جروث موديفيكيشن، سيفالومتري بعد الاند اوف جروث موديفيكيشن، وتاني بقى فولو اب سيفالومتريس ويبدا يحصل عليهم سوبر امبوزيشن. في فاكتور مهم جدا مش كل الار سي تيز خدته انتو كونسيدريشن، وهو النورمال هيد بوشر. النورمال هيد بوزيشن او النورمال هيد بوشر ده علشان يكون في اكشوال سوبر امبوزيشن على سيفالومتريك ستاديز ونقدر نقول ان دي ليها درجه عاليه من درجات الريلابيليتي، كان لازم انه يبقى كل الستاديز رانوايزد كلينيكال ترايلز اللي اتعملت تاخد النورمال هيد بوشر انتو كونسيدريشن، لانه لو هي مش بتاخد انتو كونسيدريشن يبقى كده في داوت على التو فيرتيكال والتو هوريزونتال. طب السوبر امبوزيشن اللي بيتعمل كده ذات نفسه والكلاسيك اكزامبل اللي كان بيتعمل اللي هو الاي ان بي انجل سوبر امبوزيشن، كده كان في داوت على الريليابيليتي بتاعته. الاي ان بي ذات نفسها في ديبيت كبير جدا اساتذتنا دايما علموه لنا انه في داوت على الريليابيليتي اوف اي ان بي، سمبلي انه الام بوينت مش ثابته، والام بوينت في كل الجروس ستاديز بيبقى ليها فورورد موفمنت، وهي ليها فورورد موفمنت ده له افكت، لانه الاي ان بي كده اللي هي بتتاخد على ديفرنت انترفلز وبتتاخد في اعمار مختلفه، وفي اوبزرفيشن بيريود بيبدا يتقاس عليها الاي ان بي، لو الارلي جروس ديفيكيشن مثلا ممكن الطفل يتعالج في الجوفينايل جروس سبيرت وهو في الجوفينايل بيريود لحد نهايه الادلسنت بيريود، كل ده الاي ان بي دي اصلا فاريبل بسبب الموفمنت بتاع الام بوينت والاسباب كتيره اكتر من كده. ففي ديبيت كبير على الاي ان بي، وكان اغلب الاستاديز اللي اتعملت از راندومايزد كلينيكال ترايلز ممكن بتاخد الاي ان بي ان هو الماركر بتاعها.
في فاكتور تاني ستادز اهتمت بيه وفاكتور تاني وستادز تانية ما اهتمتش بيه, وهو differential growth between boys and girls at different ages. It's well known انه البيوبرتال جروث سبيرت بتبدا في الجيرلز بيفور البويز وبتنتهي بيفور البويز, والبيك هايت فيلوسيتي بتاعتها بيفور البويز. طيب هم دلوقتي في راندومايزد كلينيكال ترايلز قسم الموضوع بالكرونولوجيكال ايج, وراندومايزد كلينيكال ترايلز كانت مقسمه الموضوع بالدنتال ايج, لكن الديفرنشال جروث بتوين جيرلز اند بويز والانيشيشن اوف ادلسنت جروث سبيرت في راندومايزد كلينيكال ترايلز تيك ات ان كونسيدريشن, وفي راندومايزد كلينيكال ترايلز فات عليها الديفرنشال جروث بتوين بويز اند جيرلز, وده فاكتور مهم جدا علشان الفاليديتي اوف ارسيس. كمان الكنترولز, دايما الايرلي انترفنشن في اغلب الراندومايزد كلينيكال ترايلز قدروا يعملوا لها كنترول جروب, انه يكون في سامبل هي هيتعمل عليها جروس موديفيكيشن ايرلي في الجيوفينايل بيريود, و وجروب تاني مش هيتعمل عليه جروس موديفيكيشن على اساس ان هو هياخد نفس الحق ده ليتر اون في الـ بعد الانيشيشن اوف ادلسنت جروث سبيرت. المشكله الحقيقيه كانت موجوده في السكند فيز, انه فور ايثيكال ريزنز بيبقى فيه ريجكشن ان يبقى فيه جروينج تشايلد وما يتعملوش جروس موديفيكيشن بسبب ان احنا جاست نسيبه كنترول. يعني دايما اي مؤسسه بحثيه بيكون فيها ساينتفك اند ايثيكال كوميتي, هو لو اتقال له احنا هنسيب الطفل ده ما يتعالجش علشان احنا هناخده كنترول وتضيع عليه فرصه, اصلا البروتوكول بتاع الاستادي ده هيترفض. ففور ايثيكال ريزنز كان دايما في السكند فيز في اغلب الار سي تيز مفيش كنترول جروب, وده برضو كان مسبب كومبلكسيتي للايفيدنس كلاريفيكيشن. الاوبستكل الثانيه او اللي عليها دور يعني هي الاوبزرفيشن بيريود. دايما حالات الجروس موديفيكيشن بيكون ليها اوبزرفيشن بيريود, والاوبزرفيشن بيريود دي بتتعمل في اختلافات. في ناس كانت بتعمل الاوبزرفيشن كل 3 شهور, وناس كانت بتعمله كل شهرين, وناس كانت بتعمله كل 6 شهور, وناس كانت بتعمله سوبر امبوزيشن كل سنه, واللونج تيرم تريتمنت ايفالويشن. في ناس فضلت تعمل لونج تيرم تريتمنت ايفالويشن لحد عمر معين, واللونجيتيودنال ستادز في النقطه دي اختلفت. فاختلاف الاوبزرفيشن بيريود خلى في درجه من درجات يعني ان يكون في داوت على الستاندردايزيشن of randomized clinical trials of gross modification of class 2. فده كان يعني summary كده لكل الـ obstacles اللي هي حصلت بسبب sampling criteria. في obstacles تانية بتحصل بسبب evaluation of gross, انه evaluation of gross اغلبه بيكون angular measurement, والangular measurement اغلب gross modification appliances بيبقى الايم بتاعها ان المانديبولار لينث يزيد. فكتير من الار سي تيز كانت بتقيس ان المانديبولار لينس, وما حصل افكت قوي جدا في الاستيميوليشن اوف مانديبولار جروس عن طريق قياس الاس ان بي انجل, والاس ان بي انجل قياسها اصلا ان ريلايبل بسبب الفورورد موفمنت بتاع الان بوينت, والفورورد موفمنت بتاع الان بوينت بيعمل ماسكينج للاس ان بي انجل, هو ممكن يدي احساس ان كده المانديبولار لينس بقى كويس والجروس موديفيكيشن ده ناجح جدا, لكن actually الاس ان بي unreliable. يمكن اللي حاول يحل الحته دي كان اوبراين في الراندومايزد كلينيكال ترايل بتاعته, ان هو وعمل اكتر من راندومايزد كلينيكال ترايل اوبراين على الجروس موديفيكيشن اوف كلاس 2, بس اعتمد اللينير ميجرمنت. قال ان اللينير ميجرمنت كان بيقيس الافكتيف مانديبولار لينس فروم كوندايل انتجناسيون, ممكن ان هو يكون مور ريلايبل عن الانجلر ميجرمنت اوف اس ان بي انجل. كمان من الاوبستكلز اللي ممكن تقابلنا واحنا بنعمل كلاريفيكيشن للايفيدنس اوف جروس موديفيكيشن اوف كلاس 2, البيشنت كومبلاينس. يعني احنا دلوقتي عايزين نشوف الابلاينس ده افكتيف ولا الابلاينس ده افكتيف اكتر, ولا ده هل ريموفابل فانكشن ولا فيكسد فانكشن ولا هيت جير. البيشنت كومبلاينس بيلعب نقطه مهمه جدا, لانه اذا الكلينيشن قال للبيشنت ان انت التريتمنت بلان بتاعك هيت جير بس الطفل ما بيلبسوش, البيشنت كومبلاينس هيأثر على الايفكت بتاع التريتمنت. إذا التريتمنت ابروتش ريموفابل فانكشنال والبيشنت كومبلاينس ريت هنا ضعيف, فالايفيدنس هنا
والراندومايزد كلينيكال ترايلز اللي اتعملت قالت لنا انه كان في اختلافات في الليفل اوف كومبلاينس ليفل. الريموفبل فانكشنال ابلاينس مثلا كان الكومبلاينس ليفل بتاعها فروم 25% تو 40%. الهيت جير كان الليفل اوف كومبلاينس بتاعه فروم 15% تو 30%. الفيكسد فانكشنال ابلاينس كان الليفل اوف كومبلاينس بتاعها كان 50%. الليفل اوف كومبلاينس ده كمان هو مش حاجه ستاندردايزد. على لما نيجي نقارن مثلا الريموفبل فانكشنال بفيكسد فانكشنال او نعمل كومباريزون بين الريموفبل فانكشنال والهيت جير، لما هو الليفل اوف كومبلاينس ده ذا فاريبل. دي نقطه كانت من الاوبستكلز اوف كلاريفيكيشن اوف ايفيدنس فروم راندومايزد كلينيكال ترايلز اند جروس موديفيكيشن اوف كلاسيك. كمان الفاكتور اوف اكسبيرينس اوف كلينيشنز. كتير من الكلينيشنز دايما بيبقى عنده بايس ناحيه التكنيك اللي هو بالنسبه له فافربل، وبالنسبه له هو مجربه بقاله كتير. حتى يعني في مقوله باللغه العربيه حضراتكم دايما يعني بتعلموها لنا او معروفه، انه المرء عدو ما يجهل. المشكله في ايه؟ انه لما بيجي دلوقتي تتعمل راندومايزد كلينيكال ترايلز والكلينيشنز اللي هيشتغلوا في الـ في الـ في الترايل دي بيبقوا ويل اكسبيرينسد بابلاينس معين، والاكسبيرينس بابلاينس ثاني نو اكسبيرينس، او يعرف الابلاينس دي بقى اكيد الاكسبيرينس بتاعته زيرو، مش زي سنه، مش زي خمس سنين، مش زي 10 سنين. فكل ما الليفل بتاع الاكسبيرينس بيعلى ده كمان هياثر على الفيلير ريت. لما اتعملت راندومايزد كلينيكال ترايل في جامعه مانشستر كانوا الكلينيشنز اللي شغالين اكسبيرينس جدا 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 بالتوين بلوك، وما كانوش اكسبيرينس خالص بالهربست ابلاينس. فايه اللي حصل؟ ظهرت في الكونكلوجنز بتاعه الاستادي بتاعتهم ان الفيلير ريت بتاع الهربست اعلى بكتير جدا من الفيلير ريت بتاع التوين بلوك. اكشولي انه الاكسبيرينس بتاع الكلينيشن يعتبر variable، لانه اذا هو بيقارن حاجتين ببعض، هو في حاجه فاميليار بيها وحاجه مش فاميليار بيها، فاكيد ده هياثر على الاند ريزلت بتاع الاستادي بتاعه. فكمان ده variable قابل الراندومايزد كلينيكال ترايلز اللي اتعملت على الجروس موديفيكيشن بتاع نص. ده كان سمري كده لبعض الاوبستكلز اللي قابلت الجروس موديفيكيشن بتاع كلاس 2، واللي على اساسه لما بنيجي نطلع ريزلتس احنا بنطلعها من الراندومايزد كلينيكال ترايلز. لكن لو احنا حاولنا بقى نعمل كلاريفيكيشن للايفيدنس من الراندومايزد كلينيكال ترايلز اللي افيلبل، بالذات الريسنت راندومايزد كلينيكال ترايلز، ندخل في الدسكشن الاتي. كلاريفيكيشن اوف ايفيدنس فروم راندومايزد كلينيكال ترايل. اكوردنج تو ريسنت سيستماتيك ريفيوز بيزد اون ا سيريز اوف راندومايزد كلينيكال ترايل، ذير وازنت ماتش كلينيكال افكت فروم ريموفابل فانكشنال ابلاينسز. كان الكونسبت اللي موجود دايما انه الجروس موديفيكيشن بتاع كلاس 2 بيتم على تو ستيج. الستيج الاولاني بيكون ايرلي ستيج اوف جروس موديفيكيشن، وكان غالبا بيتلبس فيه ريموفبل فانكشنال ابلاينس از ا كلاسيك اكزامبل يعني، وبعدين كان بيبقى السكند ستيج. الريسنت سيستماتيك ريفيوز بتقول لنا فاكت مختلفه عن كده، بتقول لنا نوت ماتش كلينيكال افكت فروم ريموفبل فانكشنال ابلاينس. احنا لازم نبدا نستعرض النقطه دي علشان نفهم ليه الكونكلوجن اللي وصلته الريسنت راندومايزد كلينيكال ترايلز. هارون ايتال عملوا سيستماتيك ريفيوز كانت منشوره في 2020، قالت لنا ان الفانكشنال ابلاينس تريتمنت بروفايدد ان ايرلي ادوليسنس هاز ا سمول بينيفيت سمول بينيفيشال تشينجز ان ذا سكيليتال باترن بروبابلي نوت فيري كلينيكال سيجنيفيكانت. يعني هم ما انكروش اني الريموفبل فانكشنال ابلاينسز دي ليها بينيفيت، وهي ليها بينيفيت وبتعمل اكسلريشن للجروس ريت بتاع الماندبل، واكيد هي هتعمل جروس موديفيكيشن. لكن لما نوزن البينيفيتس بتاعتها بالريسك بتاعها او بالتريتمنت ديوريشن الاوفر اول تريتمنت تايم، لقوا ان البينيفيتس دي مش بينيفيتس كتيره ونقدر نحققها هي هياها ليتر اون في يعني الجروس موديفيكيشن يكون ات ذا سيم تايم اوف كومبريهنسيف اورثودونتكس افتر ذا انيشيشن اوف ادلسنت جروث سبيرت. التايمينج اوف تريتمنت. التايمينج اوف تريتمنت حصل له ديسكشن في السيستماتيك ريفيو باي داريوس ايتال. داريوس ايتال عمل سيستماتيك ريفيو منشوره في 2020، قالوا لنا ان المانديبولار جروث ريت بيكون
في البيك هايت فيلوسيتي اوف ادلسنت جروث فيز اعلى ما يمكن. وان احنا لو رجعنا سنه او سنتين ورا بيكون عند الانيشيشن اوف ادلسنت جروث سبيرت او نهايه الجيوفينايل فيز انه بيكون الاماونت اوف جروث عند البيك هايت فيلوسيتي قد الاماونت اوف جروث عند سنتين قبلها توايس، يعني ضعف الاماونت بين البيك هايت فيلوسيتي وسنتين قبلها. ولو رجعنا 3 years قبلها كمان يبقى 3 اضعاف. فده ادانا انديكيشن انه احنا نقدر نبدا الجروس موديفيكيشن لما يكون في اكبر اماونت من الجروس موجوده. لكن كل ما بنبدا بدري بيكون في اماونت اقل من الجروس. لحد ما وصلوا ان قالوا في الجيوفينايل فيز او الجيوفينايل بيريود اللي بيكون فيها دايما الايرلي كوركشن اوف كلاس 2 بيكون الجروس موديفيكيشن ريت فيري فيري لو about 1.5 مليمتر جرير. يبقى هنا بيجي الفكره انه دايما الجروس موديفيكيشن ابلاينس اللي هو ممكن يتحط في الجوفينايل فيز بيدي افكت، الافكت بتاعه هو اكسلريشن للجروس، بس اكشوال اكسلريشن للجروس ده اللي هيتعمل ده ليتر اون ممكن يتحقق في الادلسنت فيز. والجروس ذات نفسه بيكون فيري ريتش في البيوبرتال جروس سبير. timing of treatment. جيني إيتال في الـ recent systematic review اللي نشروه قالوا إن أغلب البيشنت بيكون عندهم very low growth rate في الـ juvenile phase، وإنه في الـ adolescent growth spurt بيكون الـ growth modification more effective وبيدي نتيجة كويسة جدا. فالفكرة كلها اللي وصل لها جيني إيتال إنه الريموفابل فانكشنال أبلاينسز اللي بتستخدم في الجيوفينايل فيز هم بيدعموا نفس الكونكلوجن اللي وصل له داريس إيتال في الراندومايزد كلينيكال ترايل اللي كانت في السلايد اللي فاتت، إنه دايما it's wiser to wait إن إحنا نستنى لما نوصل لأكثر أماونت من الجروس وهي موجودة عند الانيشيشن أوف أدلسنت جروس إسبر. Different timing for skeletal growth in males and females. The girls بيختلفوا عن البويز. ومن هنا بيجي الـ proper evaluation for initiation of adolescent growth spurt. The girls دايما عندهم growth spurt بتبدأ قبل الميلز. ومن هنا الـ concept إن دايما لازم يكون في waiting until full permanent dimension eruption في risk especially على الـ girls. لانه ساعات الجيرلز بيوصلوا للبيك اوف ادلسنت جروث سبيرت بيفور فول بيرمننت دنتيشن ايروبشن. فالايفالويشن بتاع الادلسنت جروث سبيرت والبيك هايت فيلوسيتي بتاعتها مهمه جدا 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 في الجيرلز اللي هم ممكن يدخلوا في الريسك بتاع ان كل البيرمننت دنتيشن ما حصلوش لكن وصلوا للبيك هايت فيلوسيتي اوف ادلسنت جروث سبيرت. البويز يعتبروا مختلفين في ايه؟ انه الماتوريشن كيرف عندهم ابطا، فبما انه ابطا هم عندهم ادلسنت جروث سبيرت اكبر وبتبدا متاخر اكتر. فدايما بيكون الليفل بتاع الدنتال ديفلوبمنت عاده مش سابق الليفل بتاع السكيليتال ديفلوبمنت. ومن هنا ان البويز فريسك اقل من الجيرلز ان ذا فاكتور اوف ديفرنت تايمينج اوف سكيليتال جروث ان ميلز اند فيميلز. Selection of appropriate growth modification appliance. In randomized clinical trials, لما اتكلمت طب اوكي لو هيحصل growth modification والgrowth modification ده it's wiser to delay نستخدم انهي growth modification appliance انهي appliance يكون افضل في حالات early management، انهي growth modification appliance افضل في حالات اللي هو يكون compatible مع fixed comprehensive appliance. هنا ال clarification of evidence بيقول لنا انه لو patient هيدخل في early stage وهو في الاخر ما عندوش يعني frank maxillary excess وعنده combination من المانديبولار ريتروجناسيزم والماكسيلاري بروجناسيزم نقدر اكتر في حالات المانديبولار ريتروجناسيزم ان احنا نبقى ميالين او يعني removable functional appliance يكونوا more favored،
وحالات الفرانك ماجنتكس يكون الهيد جير مور فيفر. لكن دايما الريموفابل فانكشنال ابلاينس مش كومباتبل مع الفيكسد كومبريهنسيف ابلاينس, والا ان هي هتحتاج يا تتوقف يا يتعمل لها موديفيكيشنز علشان الكومباتبيلتي بتاعتها. ريموفابل فانكشنال ابلاينس بانواعها الكتيره وباسمائها المتعدده كلهم not compatible مع الفيكسد ابلاينسز, ولو ضروري هيبقوا مطلوبين هيحتاجوا يا اما يتعمل لهم discontinuation يا اما يتعمل لهم modification. ولو البيشنت او الجروينج تشايلد دخل في الادلسنت جروث سبيرت وصل للبيرمننت دنتيشن ستيج اوف ذا فور اوبشن اوف كلاينز اند بري مولرز, يبقى نوت وايز ان احنا نستخدم ريموفابل فانكشنال ابلاينسز. ليه؟ لانه البيشنت ده at the same time ينفع ياخد dental outcome of alignment, transverse and vertical positioning, at the same time growth modification by appliances that's more compatible with the fixed comprehensive implant. زي ايه؟ ايه الهيد جير؟ الهيد جير حالات الفرانك ماكسيلري اكسس it's very compatible with the fixed comprehensive implants. We في ميزة تانية جميلة جدا في الهيد جير ان it doesn't produce class 2 elastics. دايما كل الفانكشنال appliance however it's removable or fixed بتدي class 2 elastic effect. class 2 elastic effect اللي كنا عملنا له mention في اول السيمينار انه بيحصل flaring lower anterior teeth side by side by increasing the mandibular length as a dental effect او as a dental side effect. فالهيد جير دايما بيعمل انهبيشن لل anterior growth of maxilla وداونورد اند فورورد growth of maxilla, وهو كومباتبل مع الفيكسد كومبريهنسيف ابلاينس ودونت برديوس كلاس 2 الاستيك افكت. الهيد جير كمان زي ما هو كومباتبل مع الفيكسد كومبريهنسيف ابلاينس دايما بيكون يعني بينفع ان هو يستخدم after initiation of adolescent growth spurt اللي هي as a general rule ممكن نقول ان كل جيرل في سن ال11 تعتبر بوي في سن ال13. يعني الجيرل في سن ال11 زي البوي في سن الايه ال13. فلو في هيد جير growth modification هيستخدم يستخدم according to differentiation او sexual differentiation between boys and girls. الفيكسد فانكشنال ابلاينس يعتبر الترناتيف كويس جدا للريموفابل فانكشنال ابلاينس. والفيكسد فانكشنال ابلاينس بيقدر يعمل كومباينيشن اوف ديفرنشال جروث وفورورد سبيسمنت للمانديبولار تيس. الديفرنشال جروث اللي بيحصل ان هو بيعمل ستيميوليشن للمانديبولار جروث, وفي نفس الوقت السايد افكت او انه يعني الافكت بتاعه دايما لازم يكون في دنتال افكت له علاقه بالفليرنج فلور انتيريورز اللي هو الكلاس 2 افكت او كلاس 2 الاستيك. الفيكسد فانكشنال ابلاينس بتختلف عن الريموفال فانكشنال ابلاينس ان هي كومباتبل وذ فيكسد كومبريهنسيف ابلاينس. يبقى لو اللي تشويس دايما رايح لفانكشنال ابلاينس, لو البيشنت ده الليفل اوف سكيلتال ماتوريشن سابق الليفل اوف دنتال ماتوريشن يبقى ضروري ودخل الادلاس الكونتريس بيرت يبقى ضروري هنستخدم ريموفال فانكشنال ابلاينس. لو الليفل اوف دنتال ماتوريشن سامح يبقى نقدر نستخدم fixed functional appliance. ده معتمد على ايه؟ معتمد على البالانس بين الدنتال ايج والسكيليتال ايج. حالية الفرانك ماكسيلاري اكسس نقدر نستخدم معاه الهيد جير, والهيد جير ممكن نستخدمه مع الفيكسد كومبريهنسيف ابلاينس او لا, لانه هو كومباتبل وينفع يستخدم في تو سيتويشنز يعني. لكن الريموفابل فانكشنال ابلاينس ليها سيتويشن, الفيكسد فانكشنال ابلاينس ممكن له سيتويشن ايه. ومن هنا بيجي selection of appropriate growth modification applies. لما نيجي نعمل conclusions من randomized clinical trials على ال growth modification of class 2, احنا هنا بنحاول نعمل clarification لل evidence. يعني لما بنستعرض growth modification of class 2 بنيجي للسؤال المهم, what is the evidence? From these studies, what can be concluded about the success of attempts to modify growth modifications in children with class 2 relationships and the benefits of early treatment for class 2 problems? It appears that conclusions, the conclusion,
بتدينا يعني السمري بتاع التوبيك بتاع الجروس موديفيكيشن اوف كلاس 2 بروبر تايمينج. The first conclusion, skeletal changes are likely to be produced by early treatment with headgear or functional appliance, but tend to be damaged or eliminated by subsequent growth and later treatment. يعني السكيليتال تشينجز اللي هي هتحصل بالجروس موديفيكيشن دي هي اكيد هتحصل بالايرلي مانجمنت however it's بالريموفبل فانكشنال او بالهيد جير، لكن السبسيكوينت جروث الجروث اللي هيجي لتكون بعد الجوفينايل بيريود هيحقق جزء كبير جدا من المانديبولار جروث. والليتر تريتمنت اللي هي ممكن تتعمل افتر انيشيشن اوف ادلسنت جروث سبير تقدر تعمل نفس السكيليتال تشينج اللي هو ممكن يتعمل له بيه ايرلي انتر. A second conclusion, after later comprehensive treatment, alignment and occlusion are very similar in children who did and, did and didn't undergo early treatment. يعني لما يجي تعمل evaluation للtreatment outcome بعد انتهاء second stage, هل الأطفال أو the childs اللي هم اتعمل لهم early stage of growth modification كان ال quality of occlusion and alignment وده بارامتر مهم فرق بين اللي خد 1 ستيج واللي خد 2 ستيج من التريتمنت كان في الاخر مفيش اي ديفرنس بينهم هم الاثنين. The third conclusion that early treatment doesn't reduce the number of children who require extractions during a second phase of treatment. اتعمل ايفالويشن براندومايزد كلينيكال ترايلز عن الاطفال اللي هم كانديديتس ان هم يكونوا اكستراكشن كيس في المانجمنت او في الكاموفلاجيك مانجمنت او في السكند ستيج اوف fixed comprehensive orthodontic management. هل الـ early stage أو الـ third stage والـ early intervention قللت عدد الأطفال اللي هم candidates إن هم يكونوا extraction cases؟ لا. يعني في الآخر الأطفال اللي هم هيكونوا candidates في extraction case عددهم هو هو however الـ child will received early stage أو early intervention of growth modification. The fourth conclusion, early treatment doesn't reduce the number of children who eventually require orthognathic surgery. يعني هل لما تعمل first stage عدد الـ childs اللي هيكونوا candidates for orthognathic surgery قل كان الـ conclusions؟ لا the same. الـ candidate اللي هيكون الـ orthognathic surgery والـ congenital genetic inheritance بتاعته هتبقى الـ expression بتاعها رايح انه لازم الـ treatment modality اللي تكون تتم معاه orthognathic surgery هتفضل orthognathic surgery. The fifth conclusion, the duration of phase 2 treatment is quite similar in both with and without a first phase of early treatment aimed at growth modification. هل لو اتعمل early stage of growth modification هيخلي second phase صغير او وقته اقل, الـ overall treatment time هتقل, treatment duration بتاعة phase 2 هتقل, كانت similar في الـ both groups. ومن هنا based on these results it seems clear that for most children with class 2 problems early treatment is no more effective than later treatment and it's more efficient to modify growth during the adolescent growth spurt than before adolescence. It seems wiser to delay the phase of growth modification until the patient experiences maximum growth when there is more growth to affect. يبقى الـ waiting until the initiation of the adolescent growth spurt that's the golden time for management and growth modification of class 2 growing child. قبل ما ننهي كلامنا عن الـ evidence والـ conclusions عن الـ هي clarified from randomized clinical trial about the evidence of growth modification of class 2 واللي بان انه الكونكلوجن اللي وصلنا له ان في some sort of wise ان احنا to delay the treatment until the initiation of the adolescent growth spurt there is a justification for two stage approach. A two stage approach بال early intervention ليها حاجات كانت documented في الكونكلوجنز of systematic reviews based on randomized clinical trials ان الاطفال اللي خدوا early intervention كان عندهم less anxiety بس عن انكزايتي لانه الايفكت اللي تم معاهم من جروس موديفيكيشن خلى السيلف كونفيدنس بتاعهم اعلى, خلى الفيزيكال ابييرنس بتاعهم احسن لوقت اطول, خلى الهابينس بتاعتهم اعلى
والليفل اوف ساتسفاكشن عن الاوت كام اوف اورثودونتيك تريتمنت اعلى. وهنا كان الكونكلوجن انه اكتر فايده بتيجي من الايرلي انترفينشن ذاتس نوت ميكانيكال بينيفيت and that's not biological benefit, but it's psychological benefit. Psychological benefit from early intervention that's documented in the evidence. ومن هنا بتيجي المشكلة اللي هي related خاصة بالpatient with aesthetic concerns and psychological problems. حالية الكلاستر growing ساعات بيبقى في flaring وspacing في الأبر anterior. وده بيبقى مسبب aesthetic concern وpsychological problems. اكيد الطفل ده لو خد تو ستيج ابروتش هيبقى الهابينس بتاعته اعلى وهيبقى الليفل اوف ساتسفاكشن اوف سيلف كونفيدنس عنده ازيد. بس ده لازم يتعمل له بالانس بالريسك اوف انكريزنج ذا اوفر اول تريتمنت ديوريشن اند ذا كومبلاينس ليفل اوف ذا جروينج تشايلد. علشان كده اتس وايز تو تيك ذا فرونت تيس اند ليتر جروس موديفيكيشن ذات داز ميك ا سنس. يعني لو في طفل عنده aesthetic problem عنده psychological problem احنا ممكن just في الـ early management نعمل retraction للfront teeth not gross modification and delaying gross modification until the initiation of the adolescent growth spurt that's the proper time by evidence as a clarification of evidence from randomized clinical trial on studies of gross modification of plus 2. Thank you my dear professor. شكرا شكرا جزيلا دكتور محمود صلاح، يعني مجهود عظيم مشكور عليه. الموضوع كبير وجميل واعتقد ان يعني كان فيه استفاده كبيره. اعتقد ان هيبقى فيه بعض التعليقات، وطبعا انا مش هينفع اسال لان انا كنت مشرف على البرزنتيشن والسيمينار. فاساتذتنا نبدا باساتذتنا اللي يحب يسال يتفضل. السلام عليكم يا دكتور وسام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور اشرف، اتفضل يا فندم. يا دكتور محمود اللي عامل السيمينار مش كده؟ ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله يا فندم. دكتور محمود السلام عليكم. مجهود السلام ورحمه الله وبركاته. مجهود حلو تشكر عليه يا دكتور محمود، مجهود كويس. لكن ليه شويه تعليقات، حاجات اساسيه وحاجات كده يعني علميه. الحاجات الأساسية كده زي أنت جبت لنا في سلايد في الأول سكامون كيرف، أنا معرفش أنت ليه جبت حطت لنا سكامون كيرف وحطه في التكست بتاعك كمان. إيه الهدف من السكامون كيرف؟ يعني ليه حطت، يعني أنت ما اتكلمتش عن الجنيتاليا جراس ولا على النيورال جراس ولا على الليمفاتيك جراس، فأنت كلمت على السوماتيك جراس لكن ما كلمتش على الحاجات التانية، فليه حطيت لي السكامون كيرف؟ أنا يعني مش عارف وجهة نظرك يا دكتور محمود. هو كان الغرض منها يا فندم توضيح السوماتيك جراس بس مش اكتر من كده. يعني 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 مور لس، انا شخصيا مش متفق معاه. الحاجه الشكليه الثانيه اللي لفتت نظري، انت قلت as define angle class 2. انت جبت منين التعريف بتاع انجل ده يا محمود؟ ده مش تعريف انجل خالص يا محمود. انا جبته من الريفرنس يا فندم، كان موجود في كتاب ناندا. لا يا حبيبي، يعني هو طبعا يعني في الكتابات، يعني في الكتابات بيبقى فيه ممكن يبقى فيه اختصارات لكن انجل ما يعني مش انجل في تعريفه اصلا ما تطرقش للمولر ده الا لانه دليل على الكلاس 1 او 2 او 3، دليل وضعه بس. لكن ده بعد كده طلعت من عيوب انجل. تمام. إن انا ممكن ابقى خالع المولر ده، يعني لما تقول لي المولر في كلاس 2 انا ممكن عيني يجي لي خالع المولر، فمش شايف حاجه كلاس 2 مولر. يعني يعني اه يعني 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 تعريف انجل انا فاكره من واحنا صغيرين، الله يرحمه استاذنا الدكتور حسام رحمه الله عليه، يعني كنا واحنا طلبه يعني في تعريف لانجل يا حبيبي اللي هو زمان ديبل ريزنتال ارش اند ذا بادي اوف ذا ماندبل ار ان ديستر ريليشن شيب are in two distal relationship, two double O, distal relationship, two maxillary one, as, وبعدين يقول as presented بالميزوباكال كاس بتاع الاور فيرست بيرمننت مولر في الباكال امبريشر اللي بين الفايف واللور فايف وسكس، يعني وبعد كده يقول السب ديفيجن، وبعد كده يقول ديفيجن 1 وديفيجن 2. برضو كتكست يا دكتور محمود،
يفضل يبقى في يعني documentation للحاجات دي. الحاجة الشكلية الثالثة، لما نيجي في موضوع حساس زي كده، أو عموما يعني أي حد فينا لما يستند لأرتكل يكتب الأرتكل في البرزنتيشن، يكتب الأرتكل اللي هو اتكلم عليه. يعني ما يقولش مثلا أوبراين عمل كذا كذا ويسكت، لا يقول لنا أوبراين يعني البيبر، يكتب ريفرنس. هو الريفرنس يا فندم بالسنوات كلها انا كنت مستند ليها في الريفرنسز اللي موجوده في التكست، يمكن هم كان منهم. انت كاتب ريفرنس كتير يا دكتور محمود، انا اي ام شور وانا شفتهم ان في ريفرنس انت عامل لها كوتيشن، مش يعني الريفرنس نفسه انت ما قريتوش. يعني في بعض الحاجات اللي انت ناقل منها، هو فندم اللي انا عملته انه كان ريسنت سيستماتيك ريفيوز اللي هي كلها في سنه 2020 و2019، دول كلهم انا عملت لهم داونلود وعلى قدر ما قدرت قريتهم وخدت منهم كونكلوجنز. انت 80%، ودي الحاجه الثالثه اللي هقول لك عليها، ان 80% من الكلام اللي انت قلته على الـ على على الـ يعني على مشاكل الار سي تيز، انت خدتهم من سيستماتيك ريفيو، خدتهم من اتنين بيبر، يعني خدتهم من الاتنين سيستماتيك ريفيو اللي انت قلت عليهم ريسنت سيستماتيك ريفيو اللي هم اللي كتب في 2019، انت خدت منهم عيوب الار سي تي اللي موجوده. هو العيوب دي هو طبعا فعلا فعلا، بس العيوب دي انا خدتهم من 11 سيستماتيك ريفيو منشورين في 19 و20 وكلهم في الريفرنسز بتاعه التكست. يعني انا ما عنديش اعتراض عليهم قوي، بس كنت احب ان انت توجهنا يا دكتور محمود للحاجات دي في البرزنتيشن، زي الكونكلوجن اللي انت كتبته في الاخر. الكونكلوجن ده انت خدته من مكان صح؟ ايوه الكونكلوجن ده واخده من مكان يا فندم. من مكان، من ارتكل. الكونكلوجن ده انت واخده، كنت تكتب لي ان الكونكلوجن ده من الارت، يعني تكتب لي الريفرنس بتاعها هي الارتكل دي اللي كونكلودد ان تو فيز تريتمنت ممكن ما يبقاش افكتيف لو ابتديت في الايرلي واحتجت كومبريهنسيف بعد كده، وممكن كنت اجل بوست بوندل ايرلي ادوليسنس، يعني الحاجات دي انت واخدها من اخر الفايف كونكلوجنز يا فندم. دول متاخدين من 6 اديشن اوف بروفيت، 6 اديشن اوف بروفيت، وده معمول له منشن في التكست از ريفرنس اللي هو منشور في 2019، اللي هم اخر 5 كونكلوجنز اللي هو السامري بتاع الكونكلوجن اللي موجود في الاخر. فعلا زي ما سياب قلت، هم فعلا متاخدين الريفرنس بتاعهم بروفيت في ال 6 اديشن 2019. طيب يعني انا كونكلوجن مش ديسكشن. انا شخصيا لما كنا بنعمل الويبينار مع الناس دايما وبنشوف في المؤتمرات دايما، لما حد حبيبي بيكتب بيعمل برزنتيشن يكتب الريفرنس جوه، يعني ما يقول فلان ان يعني فلان قال او عمل ار سي تي او شاف كذا او قال كذا، يكتب يحط الريفرنس بتاعه جوه السلايد. انا حاولت يعني اعمل ده بس مش في كل السلايدز فعلا يا فندم، يعني انا حطيت اوبراين وحطيت داليس وحطيت لا انت حطيت الاسم بس يا محمود. اوبراين ده حطيتك الريفرنس كامل، انا اسف. اوبراين ده ليه حاجات كتير قوي مثلا، يعني خدت بالك يا حبيبي. الحاجه الثانيه يا محمود، لما اتكلمت على الباي ميكانكس اتكلمت على الباي ميكانكس بتاعت الفانكشنال ابلاينس الريموفبل، ايوه ما تطرقتش خالص للفيكسد فانكشنال ابلاينس. تمام يا فندم، تمام. هو هو النقطة دي يا فندم، هو يمكن الـ Removable Functional Appliance والـ Fixed Functional Appliance هما تكنيكين يعني أو 2 Approaches مختلفين عن بعض، بس في جزئية البايوميكانيكس بيجمعهم حاجات كتيرة مشتركة. فأنا كنت يعني مثلا هنلاقي إن الـ Class to Elastic Effect موجود في الـ Fixed وموجود في الـ Removable، لكن مثلا الـ Stretching of Periosteum ده مثلا as a hypothesis يعني مش موجود غير في الـ Removable، وهيبقى موجود بس في الـ Passive زي الـ Franklin. فانا ما كنتش قاصد ان انا اعمله، لانه كان صعب عليا ان انا اعمل كاتيجوريزيشن للفانكشنال ابلاينسز في نفس التوبيك، لانه هو التوبيك فيه ديبيت شويه زي ما اكيد سيادتك يعني. لكن لا انا بتكلم بس على جزئيه الباي ميكانكس، يعني لما اجي اغطي حبيبي موضوع لما بتكلم فيه زي ما اتكلمت على الفانكشنال، لان انت مثلا اتكلمت على البايت بلين او البايت بليت. بالمناسبه برضه بس انت قلت حاجه في البايت بليت، يعني انا انت قلتها لفتت نظري.
مش فاكر كنت يعني بتقول انها بتعمل انها بتمنع الداونورد روتيشن بتاع الماندبل حاجه زي كده البايب لين يعني. لكن 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 هي البايب لين بتساعد في بتساعد، وكنت احب انك تتطرق للكلام ده، بتساعد في الكلوك وايز، في الانتي كلوك وايز روتيشن اوف ذا ماندبل. ايوه البوستيرو بايب لين. ايوه البوستيرو بايب لين يا محمود بتساعد في كان يمكن كان في سيمينار ثاني يا فندم انا كنت عامله في القسم قبل كده، يمكن اساتذتي يكونوا عارفين الكلام ده، كان عن الفانكشنال ابلاينسز، كان النقط دي كان فيها تطرق اكتر، يمكن بس كانت وجهه نظر السوبرفايزرز اللي معايا في السيمينار واحنا شغالين ان احنا كنا نبقى تركيزنا اكتر في السيمينار ده عن التايمينج. كان الجزء اللي معمول في البايوميكانكس كان المقصود بيه بريف هيستوري، لكن كان في توبيك تاني لما كنا بنتكلم عن الفانكشنال ابلاينس كنا متكلمين في جزئيه البايوميكانكس دي ان ديتيلز، طبعا زي ما سيادتك بتقول انه ده اكيد حاجات احنا بنتعلمها من حضرتك. كويس يا حبيبي، ده كان المقصود مش اكتر من كده يعني. انا يعني انا بتكلم محمود كمستمع استاذ ليه؟ زي ما بيقولوا اعمل كريتيسيزم لاي حاجه انا شايفها يعني، لكن اكيد ما فيش شك يا حبيبي انه 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 الموضوع كبير قوي، ويعني وما فيش حد بسهوله يقدر لوحده يغطي موضوع زي ده. زي انت نفسك ما قلت ان كل الار سي تي اللي اتعملت كلها يعني كلها فيها مشاكل يعني، فما بالك ان واحد بقى هو اللي بيجمع ده، بس بيجمع كل ده، فلازم يبقى عنده برضو يعني بعض الحاجات اللي تبان انها فيها يعني يعني ان هو ما تكلمش عنها ان ديتيلز، لكن هو ما فيش حد يقدر يتكلم على كل حاجة في موضوع زي ده ان ديتيلز يا محمود يعني. يعني يعني لك عذرك في هذا يعني، مش هي بس انا يعني عشان احنا مجموعة وكتار وبنتكلم، فكل واحد بيعلق بيحاول يلفت النظر حبيبي لبعض النقاط اللي هتفتح مش ليك لوحدك، ممكن حد تاني بيسمعك برضو بيبقى مزد نقط معينة يبقى عارف ان انت مثلا انت ليه وانت بتسمرايز النقطة دي وقعت دول واختصرت دول وما كلمتش على دول زي ما انت بتوضح كده حبيبي. انا طولت، انا الموضوع كبير يستحمل كلام كتير، فانا عايز اسيب حد فرصه لحد تاني، وبشكرك يا محمود على مجهودك يا حبيبي وربنا يعينك ويوفقك ان شاء الله يا حبيبي. شكرا على تعليق حضرتك يا دكتور اشرف، استفدنا كتير من تعليق حضرتك، ودايما تعليق اساتذتنا لينا كلنا بنستفيد منه، ودايما هنفضل ان شاء الله نتعلم في اساتذتنا وربنا يديهم الصحه والعلم. شكرا. في اي حد من اساتذتنا يحب يسال تاني؟ حد من اساتذتنا يحب يسال دكتور محمود؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا دكتور فاروق، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم جميعا. السلام عليكم معالي النائب، ازاي حضرتك دكتور اشرف، دكتور صالح بيه، وكل اساتذتي الكرام. اتفضل يا دكتور. وحشني يا دكتور فاروق، بقول لك وحشني يا دكتور فاروق والله حضرتك يا حبيبي. هقفل المايك عشان الله يخليك يا حبيبي. اتفضل يا دكتور فاروق، اتفضل. والله وحشني يا دكتور فاروق ومنور. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يخليك صالح. ازيك يا دكتور صالح؟ معلش يا دكتور فاروق، اسلم على الدكتور صالح بدل ما سمعت صوت. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك ومنورنا حبيبي. ربنا يبارك فيك يا دكتور صالح، ربنا يخليك، اتفضل. هو الحقيقه انا سعيد بيك يا دكتور وسام ودكتور محمد سالم طبعا وكل اساتذتي الكرام، ان هم يعني احنا بدانا نفند النقط اللي احنا بنتكلم فيها في المانجمنت اوف كلاس 2 مالوكلوجنز. ونهنم حضرتك والله، حضرتك السبب الاساسي في ان احنا اخترنا التوبيك ده. ربنا يخليك يا فندم. وطبعا زي ما قال استاذنا الدكتور اشرف يعني الموضوع كبير، احنا عشان نقعد نتكلم فيه محتاجين 3 4 سيمينارز، وزي ما انا قلت للدكتور محمد سالم احنا ان شاء الله هنتكلم في جزئيه الديستاليزيشن كجزئيه سيبريت ان شاء الله في البلاند في المواضيع اللي جايه ان شاء الله. بس انا يعني مش يعني دكتور اشرف الحقيقه يعني تطرق لكل الجزئيات الشكليه اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها، فانا مش هعيدها تاني. لكن انا ليا راي بس ان احنا نحاول مع بعضينا ان احنا اي نسخه نعدلها من السيمينار نحاول النسخه المعدله بكل تعليقات الساده الافاضل الاساتذه والزملاء ان احنا ننزلها فاينلي بعد كده زي ما كنا بنعمل زمان، بحيث ان يبقى مرجع للطلبه بتوعنا
ومرجع لينا احنا شخصيا لما نرجع للجزئيه دي بعد يعني نزود الاستفاده القصوى. استاذنك تاكيدا دكتور محمود صلاح بعد اذنك كل التعديلات اللي اساتذتنا بيقولوها بعد اذنك تتعدل في التكست وتتحط على وبرده تعدلها في البرزنتيشن وتتعدل في التكست عشان يبقى موضوع متكامل زي ما بيقول استاذنا دكتور فاروق. اتفضل يا دكتور. ماشي. هو سؤال بسيط، هو انا لفت انتباهي في التكست جزئيه مكتوب فيها كلينيكال اكسبيرينس، وحضرتك يا دكتور محمود حاطط عليها ريفرنس رقم 16. حضرتك تقصد ايه بقى بالجزئيه دي؟ دي بيبر واحده فقط معموله مالتي سنتر ستادي باوبراين وكانت على التوين بلوك. هل التايتل مختلف عن الريفرنس ولا دي حاجه انا ما خدتش بالي منها وما فهمتهاش؟ دكتور محمود سامعني؟ دكتور محمود اقفل افتح المايك عشان انا قفلت المايك عليك، وبعد اذنك بعد ما تجاوب اقفل المايك تاني. ونستاذنكم جميعا كل حد اللي بيتكلم هو لوحده اللي يبقى فاتح المايك، واي حد تاني حتى الكانديد اللي بيقدم يبقى قافل المايك. اتفضل دكتور محمود جاوب. حضرتك سامعني يا دكتور فاروق؟ ايوه يا فندم اتفضل. ايوه فندم، بقول لحضرتك دي استادي كانت معموله باوبراين، والمجموعة اللي كانت شغالة معاه كانوا بيعملوا كومباريزون ما بين التوين بلوك والهربست أبلاينس. فالكونكلوجن بتاعهم قالوا ان الهربست أبلاينس كان فيه فيلير ريت اعلى بكتير جدا من التوين بلوك، وهم ذكروا انه سبب ده انه الكلينيكال اكسبيرينس، او جزء من الاسباب اللي ريليتد بده انه الكلينيكال اكسبيرينس بتاعت الكلينيشنز اللي كانوا شغالين ان هم كانوا فاميليار اكتر بالتوين بلوك اكتر من الهربست ابلاينس. فده كان. طب انا استاذنك يا دكتور محمود، يا دكتور محمود، طب انت حياتك مش شايف ان الكلام ده ملوش علاقه بالتايتل اللي مكتوب؟ طب ليه يعني احنا انت دلوقتي احنا التايتل اساسا عباره عن ايه؟ تو ستيج تريتمنت فيرسس وان ستيج، كويس؟ تمام يا فندم، تمام. يعني التايلما كلها ريليتد بالتايمنج اوف تريتمنت. مش كده؟ وده موضوع زي ما قال استاذنا الدكتور اشرف، ده موضوع كبير قوي. ولكن الايفيدنس فيه محدوده. زي ما حضرتك يعني تفضلت مشكورا لميت الامور على قد ما تقدر يعني. تمام يا فندم. لما انا اقول تايتل سب تايتل موجود في النوتس كلينيكال اكسبرتيز، كلينيكال اكسبرتيز ريجاردنج الايه؟ التايمنج، لكن البيبر دي اصلا مالهاش علاقه بالتايمنج، ده الافيكاسي of fixed versus removable functional plans. ولا انا غلط؟ طب اوضح لحضرتك نقطه بعد اذن حضرتك. هو كان انا شايف ان هو يعني الجزء ده اللي انت كتبته ده خارج السياق اصلا. اتفضل وضح. هو كان وجهه نظر السوبرفايزرز معايا في السيمينار ان احنا ده يكون evidence based review، ان احنا نحاول على قدر المستطاع نستعرض الايفيدنس اللي ريليتد بالبروبر تايمينج اوف كلاس وبروس موديفيكيشن. انا معاك وجهه نظرهم. يا دكتور محمود حساسينك هقطعك، انا معاك في التوجيهات المشرفين، انا ما بتكلمش في الجزئيه دي، انا بتكلم في جزئيه ان انا جبت سيره الكلينيكال اكسبرتيز ريجاردنج التايتل اللي هو ايه. هل انت لو بتسالني انا كفاروق وانا يعني ازعم ان انا ليا بعض الخبره في التعامل مع التوستيج، انت ممكن تقول لي رايك ايه؟ فدي الكلينيكال اكسبرتيز. خلاص البيبر ما كانتش كده اصلا، يعني هي بيبر قويه جدا على فكره، لكن هي ريجاردنج الافيشنسي بتاعت الفيكسد فيرسس ريموفبل الهربست فيرسس التوين بلوك. اما كنت انا فهمت بقى الباراجراف صح اللي حضرتك كده. طب يعني هوضح لحضرتك وجهه النظر. هي ليه اتحطت الاكسبيرينس ريليتد بالكومبلكسيتي اوف ايفيدنس كلاريفيكيشن، يعني كان العنوان الكبير يا دكتور فاروق بيه complexity of evidence clarification from randomized clinical trials on gross modification of cluster. فهنا التايتل الكبير كان له علاقة بالcomplexity of evidence clarification، علشان لما نيجي على الevidence clarification نبقى عارفين ان الRCTs دي قابلتها obstacles. فقبل ما ندخل في الدسكشن بتاعت clarification of evidence كان في دسكشن عن الcomplexity of evidence clarification. واحدة من يا محمود يا محمود 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 انا الدكتور اشرف، معلش انا اسف المقاطعه دكتور فاروق. يا محمود يعني ارجو انك تاخد بالك يا حبيبي من كلام الدكتور فاروق وتعليقه باختصار شديد.
احنا هنا مش في قصد دكتور فاروق، يعني قصد الدكتور فاروق انه احنا هنا مش في مجال انك تشرح لي ان الاكسبرتيز دي حاجة مهمة في الإيفيدنس، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان الاكسبيرينس، لو انا دكتور وعندي بايز، نوع من انواع البايز بتاعت الدكتور اللي بيشتغل نفسه، فهمني ان الانجليز عموما بتوع مانشستر وانجلترا كلها ميالة للتوين بلوك، فهم هيشوفوا ان التوين بلوك ده احسن حاجة. قصد الدكتور فاروق ده مش مجالي انك لا تقول لي مشاكل الار سي تي ايه هي، يعني مش مجالي يا حبيبي انك تشرح لي عيوب الار سي تي او الار سي تي لما تتعمل وتبقى ضعيفة، والسيستماتيك ريفيو لما يجوا يتكلموا عنها يقعدوا يقولوا ما طلعناش بإيفيدنس لان كل الار سي تي اللي معمولة دي فيها مشاكل والكريتيريا اللي حطيناها ما قدرناش نحققها. واخد بالك يا محمود؟ يعني القصد هنا، قصد الدكتور فاروق، انه ده مش مكاني عشان تقعد تحكي لي مشاكل الار سي تي، ان الناس دي كان عندها بايز، ولا الناس دي ما عرفتش تاخد كنترول، ولا الناس دي ما عرف، يعني الحته دي بالذات. هو هنا بيقارن بيقول ان هو بايز للريموفبل للتوين بلوك، هو بايز ليه، فطلع ان التوين بلوك احسن من الهيربس. انت عايز تبعت لي رساله تقول لي ايه؟ تقول لي ان ممكن يبقى فيه بايز عندي وانا بشتغل؟ طب ما الناس كلها عارفه الكلام ده. تمام. انت كنت تقول لي حد يبقى بايز في التايمينج اللي هو لب المشكله بقى، حد بايز للتايمينج، الاكسبيرينس بتاعته بتقول ان انا لو عالجت بدري هاخد نتائج احسن. لا، ده انا كنت اقبلها لو حطيتها في حته الكلينيكال اكسبيرينس، لكن في جزئيه انه بيقارن جهازين ببعض فبايز دي فيهم، في واحد لواحد فيهم فطلع نتائجه احسن وقال ان هو ده الاحسن والتاني وحش. يعني قصد الدكتور فاروق يوصل لك رساله انه ده مش مكانها، والكلام ده مش ليك يا محمود لوحدك، يعني احنا بنتطور يا حبيبي كلنا وكل الناس اللي بتسمعنا، وانا واحد بسمع نفسي، انا ممكن اقعد ارغي كتير، يعني بنعمل كتابات احيانا واقعد ارغي كتير او اكتب كتير والف شمال والف يمين واخرج هنا وهنا واجي في قلب الموضوع او صلبه اوقع منه حتت مهمه. فده قصد الدكتور فاروق. لا، دي كان ممكن يا حبيبي ما تجيبش سيرتها خالص، لو هتقولها على عموم القول ان الكلينيكال اكسبيرينس مهمه في الايفيدنس وتسكت، لكن ما تذكرش الدراسه دي بذاتها. خدت بالك؟ ارجو اكون وصلت لك رسالتي وارجو اكون وضحت، يعني وانا اسف للمقاطعه وهقفل المايك تاني. شكرا. شكرا يا دكتور اشرف. فيه هو طبعا حضرتك صح، وده اللي انا كنت اقصده، دي رقم واحد. رقم اتنين، زي ما معاليك تفضل، احنا مش بصدد ان احنا نقارن الافيكاسي اوف ديفرنت بروتوكولز للمانجمنت اوف كلاس 2 او فيكسد فيرسس ريموفابل، لان ده موضوع لوحده موضوع كبير. لكن زي ما دكتور محمود انا حاولت اوصل لك المعلومه، هو السؤال اللي احنا بنساله ده هو مهم على فكره. هو الكلينيكال وجهه نظر الكلينيكال بتاعه الاودينس بقى، يعني وبالذات اساتذتنا، احنا ممكن نعمل زي فوتنج لهذا الكلام. يمكن انا من مدرسه، ويمكن استاذنا دكتور اشرف عارف كده، ان انا عندي تحفظ على التوستيش تريتمنت، ولكن انا دي ايفيدنس ما اقدرش اعتمد عليها كويس. ويمكن انا سالت السؤال ده المره اللي فاتت، واللي خلانا كانت ديسكشن مثمره الحقيقه، لما قلنا احنا عندنا نقط كتير، ودكتور وسام مشكورا بدا يلخصها، ان انا من المدرسه اللي انا ما بحبش الهيربست ابلاينز، مع ان من ناس ثانيه بتحب، وهكذا. ممكن اقول نختلف ونتفق، ممكن انا الايفيدنس بتاعتي ان انا ما لقيتش ريزلتس تدعم الإفكت بتاعه، غيري لا موافق قلبا وقالبا مع الهيربست ومع بقية الاتجاه ده. فلو حضرتك عايز تسوق في سياق الكلام وجهة نظر الكلينيكال اكسبرتيز ايه علاقتها بالتايمينج، ما كانش هيبقى الكلام في الباراجراف في الطريقة دي زي ما قال الدكتور عاشر. واضح يا فندم. شكرا. انا بسألك انت، طب انت لما انت عملت سيرفي في الجزئيه دي، بعيد بقى عن البيبر بتاعت اوبراين دي، انت ايه رايك الناس قالت ايه؟ هل هم من مشجعي السكول بتاعه التو ستيج تريتمنت ولا من الوان ستيج؟ الوان الان ان جروس موديفيكيشن يتم ات ذا سيم تايم اوف يعني افتر انيشيشن اوف ادلسنت جروس سبيرت.
مش لا لا الايفيدنس كله مش مشجع للتو ستيج تريتمنت. يمكن الجاستيفيكيشن الواحده ليها الوحيده ليها علاقه بالسايكولوجيكال بينفيتس يعني. بس طيب برضو انا زي ما قال استاذنا الدكتور اشرف الكونكلوجن بتاعك دوت بناء على الايفيدنس اللي موجوده انت عايز تقول لنا ايه في الاخر؟ معلش انا محتاج انا عايز تقول انا عايز اقول اتس وايزر تو ديلي تريتمنت انتل انيشيشن اوف ادلسنت جروث سبيرت تو بروفايد جروث موديفيكيشن ات ذا سيم تايم او سايد باي سايد باي فيكسد كومبريهنسيف اورثودونتيك تريتمنت. يعني انت في اي اتجاه فيه؟ اتجاه الوان ستيج. الوان ستيج يعني معنى كده لو انا بجاوب على سؤال التايتل اللي حضرتك بنتكلم فيه انا لو عندي حاله ديفلوبنج كلاس 2 كويس مانديبولر ديفيشنسي عشان ابقى محدد كويس تمام حضرتك ما قال لي اتجاه ان انا اسيب البيشنت لحد ما يوصل لمرحله معينه وابدا اعمل انترفينشن ولا ابتدي بدري فولو اب البيشنت لحد اول حاجه اعمل استيميشن للاستاتيك كونسيرن بتاع البيشنت والسايكولوجيكال ايشو بالنسبه له. لو قدرت ان انا اعمل له ري اشورنس لحد واستنى اجل العلاج لحد الانيشيشن اوف ادلسنت جروث سبيرت هتعمل اناليسيس ده يعني في الدياجنوستيك كرايتيريا يعني وانت خدت الاوبشن ده انت متخيل السايكولوجيكال باك جراوند بتاعت البيشنت واللي معاه هيبقى ايه احساسهم بالنسبه للعيان عنده اكسس اوف بادجت شارع مثلا مع 8 مللي ولا حاجه تخيل ايه حضرتك هيقول لك احنا موافقين على كده هيبقى ديسكشن مع البيرنتس بالبينفيت والريسك في الانكريزنج الاوفر اول تريتمنت تايم والبيشنت كومبلاينس احنا موافقين هيقول لك احنا موافقين نبتدي له العلاج دلوقتي اي حاجه تقلل نفسيه الولد ولا البنت عشان خاطر الكومنتس بتاعه الريليتد والناس اللي تدي له والكلام ده يعني انا بجاوب مكانه معه. تمام يا فندم تمام اصلا في الحاله دي يبقى جاست ريتراكشن للفليرد انتيريورز وتاجيل الجروس موديفيكيشن لحد الانيشيشن اوف ادلسنت جروس سبيرت. عند الانيشيشن اوف ادلسنت جروس سبيرت هيتعمل ايفالويشن للدنتال ماتوريشن. لو كان التشايلد ده دخل في البيرمننت انتيشن ستيج هيتعمل الكومبريهنسيف اورثودونتيك تريتمنت بالفيكسد ابلاينس الترانسفيرز مانجمنت والفيرتيكال مانجمنت سايد باي سايد مع الجروس موديفيكيشن. لو كان فرانك ماكسيلاري اكسس ممكن يتركب هيد جير. لو كان مانديبولار ديفيشنسي ممكن يتركب فيكسد بامب. لو كان البيشنت ده دخل الادلسنت جروس سبيرت قبل ما يوصل الدنتال ايج بتاعه للبيرمننت انتيشن ستيج يبقى لازم نبدا بريموفابل فانكشنال ابلايس في التوقيت ده وكده يبقى جاستيفايد جدا 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 علشان استيميوليت المانديبولار جروس لحد ما الطفل ده يوصل للبيرمننت انتيشن ستيج بالذات لو كانت جير يعني هنا هيبقى في ريسك كبير عليه. تمام يا دكتور. طب اخر سؤال ليا هو ريليتد للريموفابل فانكشنال ابلاينسز. هل حضرتك شفت ناس قارنت بينهم وبين بعض او قالت ان هم في افضليه لجهاز على اخر؟ والله يا فندم التوبيك ده انا مش كنت بغطيه في السيمينار ده. انا كنت اكتر ريموفابل ابلاينسز كلها كانت بالنسبه لي جروب واحد وعن التايمنج بتاعها في الجروس موديفيكيشن اوف كلاس 2 فما كانش النقطه دي كانت من يعني نوت تيكن انتو ماي كونسيدريشنز في السيرفي اللي انا كنت بعمله. انا بسالك بوجهه نظر ما انا عارف ان هي مش في السكوب ما انت حطيت حاجات كتير مش في السكوب يعني انا بقول لك هل انت معلش يا دكتور في كده هل احسن في حاجه احسن من حاجه حاجه احسن من حاجه لا ما وصلتش لإيفيدنس في النقطة دي لكن أغلب الإيفيدنس شفته كان بيحطت الريموفابل كلها أزوان جروب لكن ما عنديش فاكتس مش مشكلة ودي من ضمن اللي احنا بنستفيدها من الدسكشن الجميلة دي ان احنا بنفتح نقط نقدر نتكلم فيها بعدين. أنا متشكر ليك يا دكتور شكرا لحضرتك القيم والدكاترة الأفاضل اللي أشرفوا على السيمينار وأتمنى ما أكونش طولت عليكم شكرا جزيلا ليكم شكرا لحضرتك يا دكتور فاروق وفعلا المناقشات اللي بعد السيمينار دي يعني تكاد تكون أهم من السيمينار لأن السيمينار مش هيبقى متكامل إلا بالمناقشات دي اللي بنستفيد بها من أساتذتنا. بعد إذنك دكتور محمود صلاح اقفل المايك عندك. حاضر حد من أساتذتنا يحب يسأل دكتور محمود صلاح؟
حد من اساتذتنا يحب يسال دكتور محمود صلاح؟ فبنحب ننوه ان ان شاء الله الرابط بتاع السيمينار ان شاء الله ينزل النهارده على الجروب بتاعنا، بحيث ان اي حد دخل متاخر او حد كان عنده ظرف وما قدرش يدخل السيمينار من الاول هيقدر يتابعه ان شاء الله على القناه على اليوتيوب. وكل السيمينارات من اول ما بدانا لو حد عايز يراجعها في اي وقت يقدر يراجعها ان شاء الله على القناه على اليوتيوب، وكل لينك لكل سيمينار او ويبينار عملناه موجود على الجروب بتاعنا على الواتساب. فنستأذنكم لو ما فيش اي اسئله تاني هننهي السيمينار، وهيبقى معادنا يوم الاربع القادم ان شاء الله. دكتور محمد سلام تراجع عايز تسال على حاجه؟ لا هو بس انا برضو عايزين ننوه ان شاء الله ان في الجمعه بقى هنبدا اول سيمينار كلينيكال، وهيقدمه ان شاء الله الدكتور محمد عبد الرحيم، وده ماستر عندنا في اسيوط، فان شاء الله هيبقى تمام الساعه 10 باذن الله يوم الجمعه. تمام يا دكتور محمد. محمد سالم. نعم دكتور فهمي. محمد ودكتور سالم. انا برضو انا يعني مش قادر استوعب انه ما فيش حد من ولادنا بيناقش الدكتور محمود وما عندوش تساؤلات وما عندوش تعليقات وشايف ان الموضوع كده كويس وغطى ومتغطي وزي الفل. يعني هل كل ولادنا اللي بيسمعونا شايفين انه ما عندهمش تساؤلات ولا استفسارات؟ يعني هل ما فيش حد حتى صغير قوي مش عارف، يعني في حاجات مش فاهمها او مش باين عنده؟ بيخافوا يا دكتور، بيخافوا يسألوا يا دكتور. يعني طب هنفضل لغايه امتى يخافوا؟ السيمينار ده مجال علم يا اولاد، ده باب علم مفتوح، ولو استمر لغايه الصبح مش مشكله. يعني لازم الناس كلها تشترك فيه، يعني لازم كل الاولاد الصغيرين. يعني انا عايزك يا دكتور وسام والدكتور فاروق والدكتور احمد سلامه، وانا عارف ان الدكتور احمد مش هنا لكن الدكتوره مها موجوده والدكتورة سارة معرفش إنه ولا لأ، لكن يعني بلغوا الولاد اللي عندكم، هل الولاد دول قروا السيمينار النظري قبل ما يسمعوا محمود وهو بيتكلم النهاردة؟ هل قروا ولا لأ؟ وناقشوهم في الأقسام وناقشوهم وخلوهم يتكلموا وتابعوهم وهم بيتكلموا، وعشان يعني إحنا مش زي طلبة مثلا بعض الطلبة الخايبة اللي في بعض الحتت اللي هو يقعد طول السنة ما بيذاكرش ويجي يذاكر بس قبل الامتحان. يا أولاد إحنا مدرسة تقويم في الأزهر، مدرسة محترمة قوية جدا وكويسة قوي، بس بالشكل ده واضح إنكم ما بتذاكروش إلا أيام الامتحانات، وده مش حاجة كويسة. أنا ما زلت مصر على إنه الفلسفة اللي كنا بنتعامل بيها ونقعد نسأل ونخبط ونقول وده يتكلم والكبير يعلق، ما زالت هي وسيلة من وسائل الإيضاح والتعليم، حتى للي عامل السيمينار نفسه يعرف أول القصور عنده. الصغير ممكن يتساءل عن بعض حاجات لأنه أحيانا يبقى قاعد كده اللي هو جديد مثلا في المجال ده خالص، يبقى قاعد بيسمع كده هو مش عارف حاجة وحاسس أنه هو يعني غريب في أو بيسمع كلام فارغ. يعني لازم يقرأ، لازم يذاكر ويبان يا أولاد. يعني انا برجو دوت، وربنا يعينكم، واسف للمقاطعه تاني والتعليق تاني، يعني وربنا معاكم ان شاء الله، واسف وانا هقفل المايك وشكرا. يعني يا دكتور وسام لو عايز تنهي تحت امرك يا دكتور اشرف، تحت امر حضرتك يا فندم. بنستفيد والله من تعليقات حضرتك جدا، ونتمنى الناس الصغيره يعني يا جماعه تسال وما يهمهاش. والله يا جماعه يعني انا وانا قدكم وكنت لسه متعين جديد كنت بسال كتير جدا، واساتذتي عارفين ان انا كنت بسال وعادي وما بخافش. يعني يا جماعه ما حدش هيعلق لكم المشنقه. يعني يا اولاد معلش يا دكتور وسام، يا اولاد انا ما زلت بقول وباكد انه احنا اسره واحده. يعني مجتمع التقويم ده سواء كنا ستاف في الكليات او يعني هيئه معاونه او كنا مسجلين من بره، احنا اسره واحده. يعني حتى انا اشرف لو مثلا حد سال واتريقت عليه او اتخانقت معاه او زعقت له، يا سيدي ما انت ابوك في البيت بيزعق لك وبتتخانق معاك وبيهزر معاك
ولما هنتقابل هتعرف ان انا مش قصدي اتخانق معاك والله من باب ان انا مثلا كرهك ولا حاجه، ده خناق اب لابنه ان عايزك تبقى كويس، ان يعني 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 مجتمع اسري، فاشتبكوا معانا ويعني واتخانقوا وادخلوا بصدركم وبقلبكم، وحتى لو انا علقت عليك بعنف ما تزعلش مني، حتى لو حد كبير واتخانق معاك ما تزعلش، يعني اعرف ان ابوك بابوك مش حتى استاذك، ابوك بيتخانق معاك من اجل صالحك، يعني ما تزعلش من اي حاجه، يعني احنا مجتمع واحد وبنخرج مع بعض والكبير بيحب الصغير والصغير يحب الكبير، احنا اسره يا اولاد والله. ومش عايز اقول لكم يعني انا اشرف يجوز اكتر ناس اصحابي دكتور فاروق ووسام ومحمد والدكتور، اكتر ناس اصحابي الصغيرين، انما في الكليه بتخانق معاه في الشغل ما فيهاش حاجه، مش عيب يعني. يعني خبطوا قولوا اللي في نفسكم بس. يا دكتور اشرف بعد اذنك، يا دكتور اشرف مش عايزين ننسى كلمه حضرتك المشهوره، انت على المستوى الشخصي حبيبي واخويا، بس في الشغل مفيش مش عارفك، يعني كلمه حضرتك على طول لينا. بالظبط يا حبيبي، فمحدش يعني يعني لكن هقول لك امتى ازعل منك واحسب عليك، لما الاقيك كل مره مصر انك تبقى خايب وما تقراش وما تذاكرش، هي دي الحاجه اللي انا مش بزعل منك برضو على المستوى الانساني، لكن بقول ده طالب دراسات عليا مش كويس مش مجتهد، يقابلك زميلك التاني مموت نفسه بيذاكر قبل السيمينار ويقرا لزميله ويدور على ارتكل ويقول له انت ما كتبتش الارتكل دي ما قريتهاش ليه، والبيبر دي مش عارف ايه، والكتاب ده كان كاتب ايه، يعني بالله عليك ايهما اكفأ كطالب وايهما اكفأ كواحد انت بتبص له انه راجل زي اولادنا، ما احنا اولادنا فيهم يعني، اولادنا بتلاقي واحد شاطر شويه واحد نص نص وواحد واقع، انما 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 لازم نشترك يعني، لان حتى ندي فرصه يا اولادنا اللي هم يعني مش عايز يذاكر ندوس عليه ونقرص عليه عشان يذاكر ويبقى كويس بقى وفي وسطنا ومحسوب علينا، محسوب على الجميع، محسوب على الجميع ان احنا اهملناه لغايه ما سبناه يجي بعد 3 4 سنين جاي يمتحن، اهملناه سايبينه بعد 3 4 سنين يمتحن ونقول له انت مستواك وحش وتنجح وتسقط، طب ما احنا ما هو معانا من الوقت. فارجو انكم يعني كلكم تستفيدوا وعشان خاطري اشتركوا من غير حرج، بس اقرا يعني اشترك، يعني البيز بتاعنا انك تذاكر، بس البيز بتاعنا انك تذاكر، اقرا سيمينار زميلك، علم على نقط انت مش فاهمها، مش عيب انك تقول انا مش فاهم ده، في كلام كتير قوي انا قريت السيمينار بتاع محمود، في كلام كتير جدا محمود كاتبه وانا لو ناقشت محمود هقطع هدومه فكلام هو كاتبه مثلا، بس مش عيب خالص، ويعني لو قطعت هدومه ابني وبقطع هدومه ما فيهاش حاجه، انما الراجل هل ده يقلل من مجهود الراجل وعمله وشغله وانه مذاكر ولم الموضوع وعامل حاجات؟ مين فينا انا اشرف لو انا اللي عملت السيمينار لو كلكم عايزين تقطعوا هدوم هتعرفوا تقطعوا هدوم؟ مين فينا يعني مين فينا اولاد كامل ويقدر يعمل حاجه 100% صحيحه على اطلاقها؟ يعني اكيد هيطلع عندنا اخطاء وهيطلع عندنا حاجات مش متظبطه، احنا بندور على الحاجات اللي فيها غلط واللي مش متظبط واللي حاجه مش مفهومه واللي حاجه مش واضحه واللي كتبها غلط واللي تلصقنا فيها وضحك علينا ومرت عليه مرور الكرام واللي نقلها من كتاب زي ما هي ومرديش وهكذا. يعني الكلام يطول في الموضوع ده وانا مش عايز اوجع دماغك اكتر من كده وبس. يا دكتور وسام اتفضل بقى انت، المايك معاك. يا دكتور اشرف شكرا لحضرتك، ولازم كلهم طبعا يبقوا عارفين، الناس الصغيره اللي بتسمع اللي كلهم عاملين من بنها دلوقتي، طبعا ان هم اللي هيسال واللي هيدخل واللي هيتدخل مش لازم تسال، يعني اقول له يا عم النقطه دي انا مش فاهمها، يعني عادي ما فيهاش مشكله يفهمها لك، يعني تحسسنا ان انت قريت. الناس طبعا اللي هتسال وهتبان هيبقى ليها هتبقى متشافه وباينه، غير الناس اللي بتحضر وعامله نفسها من بنها زي دكتور محمود صلاح، هو حقيقي من بنها يعني هو مش عامل من بنها، صح يا دكتور محمود صلاح؟ صح يا دكتور وسام، صح يا دكتور وسام. او ما بتحضروش اصلا، في ناس ما بتحضروش اصلا عامه. بعد اذن الدكتور فاروق والدكتور احمد سلامه، انا عن نفسي ان شاء الله الشباب عندي في القسم انا هقص عليهم في النقطه دي، وان شاء الله باذن الله يا دكتور اشرف بيه من السيمينار الجاي يبقى ليهم تواجد كويس باذن الله. تمام يا دكتور محمد سالم، النهارده ان شاء الله هننهي السيمينار، شكرا لكم جميعا، وان شاء الله موعدنا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله في السيمينار على تنين القاهره.
ان شاء الله. يوم الجمعه لسه في كلينيكال، يوم الجمعه في كلينيكال. يوم الجمعه كلينيكال، يوم الجمعه كلينيكال، لكن احنا بنتكلم على السيمينار الاساسي يوم الاربع. يوم الجمعه ان شاء الله في سيمينار كلينيكال الساعه 10 مساء باذن الله ان شاء الله. نشكركم جميعا، نشكر اساتذتنا، نشكر زمايلنا، نشكر الناس الصغيره اللي لسه حتى في الفيرست اللي معانا اللي بيستفيدوا، بنشكر الناس اللي بيتابعونا على اليوتيوب، لان الحمد لله المشاهدات بحاجة علمية، في حاجة علمية زي كده مقارنة بالعدد اللي بيحضر السيمينار نفسه أضعافه، فدي حاجة كويسة جدا. بيجي لنا تعليقات كتيرة على اليوتيوب، الناس لو دخلت شافت التعليقات على اليوتيوب بيشكروا في جامعة الأزهر جدا على اللي بيعملوه، بيشكروا على المستوى اللي احنا فيه، بيشكرونا، بيشكرونا على ان احنا بنقدم لهم علم مجاني للناس الأدفانسد. انا بحط اللينك بتاع السيمينار برضو على جروب أعضاء هيئة التدريس في أسيوط، الناس مبسوطة جدا جدا وبيقولوا إن بفضل الله أقسام التقويم عندنا في جامعة الأزهر من 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 أكثر الأقسام اللي بتشتغل في الكلية، فالحمد لله دي حاجة جميلة جدا. بنشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.